انا اصلا لازم اعرفها انت عامله ايه. الزوج يطلب من الزوجه تعمل لامه عزومه لحمه وفراخ عملت فول. يا ريت قبل ما نبدا الفكره كلنا نصلي على النبي. تعالي يا ماما اتفضلي اقعدي. يزيد فضلك يا حبيبي. انا عايز بقى اقول لك مراتي دي بتحبك قوي، دي عامله لك النهارده بقى عيش المحمر والمشمر، الاكل هيعجبك جدا. دي حبيبتي ونور عيني. قلت لها ان انا عازم ماما النهارده، اصرت انها تعمل لك احلى عزومه. يا حبيبي اي حاجه يا حبيبي خير وبركه. فعلا يا ماما، اللي عايز يعرف بني ادم لازم يعاشر، وانا لما عاشرت عصمت اتاكدت ان اختيارك موفق يا ماما. حبيبي هقوم بقى اساعدها ونجيب الاكل. ربنا يبارك لكم في بعض. قومي يا حبيبي. كله جاهز؟ جهزت كل حاجه يا حبيبتي؟ طبعا. يلا بقى شيل معايا. انا عايز اقول لك ان ريحه الفول. طبعا ريحه الفول. فول؟ اه. انت عامله امي فول؟ اللهم ليه؟ وجبنه وبتنجان. بتنجان؟ امال الفراخ والسمك واللحمه اللي انا سايبهم في التلاجة، وقايل لك النهارده عازمين امي على الغدا. تكسفيني قدامها؟ تعالى. انا اصلا لازم اعرفها انت عامله ايه. تعالي معايا. اقفي بقى استني هنا كده. في ايه؟ الحقيني يا ماما والنبي. اتفرجي على الشملوله اللي انت رشحتها لي ان انا اتجوزها. عامله لك فول وجبنه وبتنجان، وجايب لها السمك والفراخ وكل حاجتها في التلاجة. موجود كل حاجة. عاجبك كده؟ قعدتي تقولي لي مش هتلاقي في كرامها ولا في ضيافتها، ادي اخرتها. ماما انت صاحبة بيت. وانا صاحبة بيت بتاكليني يعني؟ ده بقى لي اسبوعين ما دخلتش بيتكم تاكليني فول وجبنه؟ هو في بيت في مصر ما فيهوش فول وجبنه؟ قولي لي بقى اتصرف معاها ازاي؟ تعالي يا ماما عازمينك. عازميني على ايه يا حبيبتي؟ عارفه الفول ده بقى له قد ايه في التلاجة؟ الفول ده لازق في الطبق محجر بقى له اسبوع في التلاجة. لا يكسك. لو امها هتعمل معاها كده؟ لو حد من اهلك هتعملي كده؟ استنى يا مصطفى، امال الريحه اللي احنا شمناها دي وجعت لنا بطننا من جوه. انت متعمده تعمل كده؟ كان ايه كنت بتقلي يا بنتي من اول وجديد؟ عملتيه وتقليه؟ البدنجان. ودي من حسبك يا صاحبة بيت والله؟ صاحبة بيت تحطي لي فول؟ انت بتضحكي على ايه؟ ردي، ايه اللي انت هببتيه ده؟ والنبي يا ماما انا حسبك يا صاحبة بيت والله، زيك زي امي. جايه لكم زياره بعد اسبوعين وتعالي يا ماما البيت بيتك وعامله والمحمر والمشمر وفي الاخر حاطه لي فول؟ فول يا بنت؟ قولي لي بقى يا ماما اتصرف مع البني ادمه دي ازاي؟ عشان انا جبت اخري منها، والله العظيم ما كنت اعرف انها تعمل كده، حقك عليا والنبي. طب عارف تعمل ايه؟ اتجوز عليها. صح. انت صح. طب انا يا نقطه ما صدقت. وانا ما صدقت. طب شهاده لله. البسك طبق الفول ده في وشك. استنى بس عشان انت عامل نفسك حمائي، شهاده لله الفول ده متكلف ولا لا؟ عليه خيار وطحينه وطماطم. وثانيه واحده بقى، ثانيه واحده بقى، عشان هو ما جابلكيش بقيه الاكل. ايه ده؟ بقيه الاكل. هو ده بقيه الاكل؟ اه. ماما استغفر الله العظيم يا ربي. طبعا كله نعمه ربنا وكله خير من عند ربنا. يا ماما بس انتوا كده بقى ايه جايبيني تضحكوا عليا تستهزئوا بيا؟ ماما والله ابدا. ما يا ماما ماما بقى مو بقى انت ومراتك. اسمعي بس يا ماما. اسمعي يا اتخويه انت ولا انت جايبينك؟ استني يا ماما. طب هاجي اعزمك طيب في مطعم بره يا ماما. ومطعم ولا غيره؟ يلا بقى كل قرف. انا اسفه والله. انت لازم بس خلاص مش برافو عليك. بقول لك ايه، هات بقى الفراخ من الفرن. انا هجيب صينيه الفراخ وهاجي. ماشي. بلا فول بلا جبنه. ادي الفراخ المحمره. يلا حبيبتي عشان ايه؟ نرم عظمنا. رم يا حبيبي رم. ظاهرة البخل بقت منتشرة جدا في مجتمعنا. البخل يدل على قلة العقل وسوء التدبير، فالبخيل محروم في الدنيا مؤاخذ في الآخرة، وهو مكروه من الله عز وجل
مبغوض من الناس. يا ريت يا جماعة نعمل شير، شجعونا على فعل الخير، عايزين نوصل الرسالة دي لأكبر عدد ممكن من الناس. اللي ينفذ يصلي على النبي ويكتب تم في الكومنتات، وبشكر كل إخواتي على الدعم المستمر.